أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل صدق الله.